إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. تعرف يا أستاذ مجدي، من وقت ما بدأت أشرب مشروبات الديتوكس دي وأنا حاسة أن صحتي تحسنت قوي وبقيت زي الفل والحمد لله. وإيه بقى يا مدام هبة مشروبات الديتوكس دي لمؤاخذة؟ بتعمل إيه يعني؟ علشان لو كانت حلوة يعني أنا والمدام والأولاد نجيبها بقى ويمكن نتحسن وتبقى صحتنا كده بعافية. دي مشروبات وخلطات أنا عرفتها من عالنت، بتطهر الجسم من السموم. أنا بعملها في البيت واشربها. عموما هكتبها وابعتها لك على الواتس، وجربها بقى وهتدعي لي أنت والمدام وولادك كمان. ماشي يا ست، اكتبي وابعتي على الواتس وانا والاسره كلها هنجرب وهنقول لك على النتيجه. والف شكر يا ستي، يعني وصفات التيتوكس دي وادينا هنجرب. مشروبات الديتوكس او المنتجات اللي ممكن نسمع عنها او نقرا عنها على السوشيال ميديا انها بتخلص الجسم من السموم، الحاجات دي حقيقه ولا خرافات؟ الحقيقة لا يوجد أي دليل علمي على إن في مشروب أو منتج أو تركيبة معينة من العصائر بتسرع من إزالة السموم من الجسم، لكن الحقيقة المؤكدة إن ربنا عمل للجسم البشري آليات طبيعية بتخلصه من أي سموم أو ملوثات بنتعرض ليها. الآليات دي شغالة 24 ساعة، شغالة بصفة دائمة في الجسم، وبيشارك في عمليات تخليص الجسم من السموم دي أعضاء كتيرة جدا في الجسم. أول الأعضاء دي الجلد. الجلد بيفرز العرق، ومن خلال العرق ده بيقدر الجسم أن يخرج كتير من السموم اللي بنتعرض لها. الجهاز الهضمي كمان له دور رئيسي في تنقية الجسم من السموم، لأنه بعد هضم الطعام في الفترة بين الوجبات الجهاز الهضمي بيخضع لحركات انقباضية متتالية في جدار المعدة والأمعاء بتعمل تطهير للجهاز الهضمي من الداخل بإزاحة كل الفضلات وبقايا الطعام وبقايا الألياف وأي أصال لكيماويات أو أدوية، وتحركها جميعا في اتجاه القولون لإخراجها مع الفضلات. الكلى كمان ليها دور حيوي في إخراج السموم من الجسم عن طريق البول. الجهاز التنفسي، ربنا عمل الشهيق والزفير تجديد للطاقة وإمداد للجسم بالأكسجين وإخراج لثاني أكسيد الكربون اللي لو تراكم في الجسم هيعمل فيه ضرر بالغ. الكبد كمان يعتبر أكبر مكنة وأكبر جهاز في جسم الإنسان، بينقي الدم من المواد السامة لأنه بيحتوي على إنزيمات متنوعة وكتيرة بتتعامل مع المواد السامة وتحولها لمواد غير سامة أو بتحولها لمواد نافعة، وبالتالي بيحمي الجسم من أي مواد ضارة. دمتم في سلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.